ولكن أتحول إلى رام الله، وضيف من هناك السيد فهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني. سيد فهمي، أولا يعني كيف ترى توقيت هذه الزيارة، خاصة أن الحديث بدأ الآن عن ما بعد الحرب، اليوم التالي للحرب؟ الكل عربيا يثمن ويقدر على فكرة اللحمة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإطلاق ما يسمى بجولة جديدة للتفاهمات الفلسطينية الفلسطينية. كيف ترى هذه الخطوة وما يمكن أن تلعب القاهرة فيها في هذا التوقيت، إضافة إلى مراحل أخرى كانت القاهرة حاضرة فيها في هذا المجال؟ مساء الخير لك ولضيوفك ولعموم مشاهدي قناتكم الكريمة، واسمح لي أن أقول لك أن الجهد الفلسطيني المصري والعربي على نحو عام ينصب باتجاه اليوم الحالي وليس اليوم التالي، لأن اليوم الفلسطينيون في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية على نحو خاص وفي القدس يعانون ما يمكن أن يسمى أو ما يسمى حقا بجريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي، الأمر الذي دفع دولة جنوب أفريقيا مشكورة في أن ترفع مثل هذه القضية إلى محكمة العدل الدولي. بكل حال، الزيارة التي جرت أو اللقاء الذي تم هذا اليوم عقب زيارة الأمس، زيارة الأخ الرئيس أبو مازن لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاجتماع المشترك بين قيادتي جمهورية مصر العربية الشقيقة ومنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من ناحية ثانية، هو جزء من ما يمكن أن يسمى بالتنسيق المتواصل على مدار سنوات طويلة وليس حديثا، بكل ما تقدم مصر الشقيقة للقضية الفلسطينية باعتبارها أولا الشقيقة الكبرى، باعتبار أيضا أن الحديث حينما يدور عن قطاع غزة وحتى عن الضفة الغربية أنت تتحدث عن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري على نحو خاص. هذه الزيارة وفي كل الزيارات الجهد ينصب نحو ثلاث قضايا أساسية ورئيسية. الأول هو العمل لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وهذه الحرب والعدوان المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، والثانية أن يتم توفير ما يمكن أن نسمى بالحياة الكريمة ومقومات الحياة على الأقل الأساسية في قطاع غزة، والثالث وهو بالنسبة لنا أساسيا ورئيسيا وتشكر جمهورية مصر العربية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف الجمهورية الثابت، كذلك المملكة الأردنية الهاشمية في أنه هنالك رفض قطعي تجاه تسهيل أي إمكانية لما يسمى بالتهجير القسري أو حتى الطوعي من قطاع غزة. هذا موقف مشرف لمصر الشقيقة، وهذا بمنتهى الصراحة شكل حائلا وعائقا رئيسيا امام مخططات اليمين المتطرف الاسرائيلي نحو محاوله اطلاق قطاع غزه من اهلها.